مساء الخير سمر. تفضل. عم نشوفك هلا صوت سمر. يعني فضل. تاكيدا للمعلومه التي سبق ان ذكرناها قبل قليل، الانفجار ناجم عن مواد شديده الانفجار او مواد مشتعله داخل مخمر للموز في سوق الخضار في منطقه سن الفيل كما تشاهدين الان في الصوره. هذا هو المحل الذي تعرض للانفجار او الذي وقع الانفجار بداخله. هو مخمر للموز هنا في المنطقه وليس هناك أي استهداف أو أي عمل أمني. المؤكد أو بحسب معلومات هنا في المنطقة أن هناك جريحان فقط من التابعية المصرية، هناك عمال يعملون في سوق الخضار هذا ويبيتون ليلهم هنا في هذه المحال. الجريحان تم نقلهم إلى المستشفيات ولكن هناك تأكيد أن جراحهم ليست خطيرة. القوى الأمنية يعني كما تشاهدين تحاول إبعاد الناس المتجمعة هنا قرب المحل الذي وقع فيه الانفجار. أيضا هناك يعني حضور أمني كثيف كما تشاهدين في الصورة بعناصر أمنية من أجهزة مختلفة، هناك الأمن العام وهناك مخابرات الجيش اللبناني، أيضا هناك عناصر من قوى الأمن الداخلي فرع المعلومات موجودة. وقد حضر منذ قليل كما يبدو عناصر من الشرطة القضائية ومن المباحث الجنائية لرفع الأدلة التي لها علاقة بهذا. نعم إبراهيم. يعني القوى الأمنية تحاول القوى الأمنية تحاول إبعاد الناس المتجمعة هنا. الملفت أن هناك عدد كبير من المواطنين الذين حضروا إلى مكان الانفجار، يعني أغلبهم ليس لهم علاقة، ليس يعني لا بسوق بدافع الفضول طبعاً. طبعا. ولكن سمر يعني للتأكيد أن سوق الخضار هذا الذي يقع في منطقة سن الفيل هو غير سوق الأحد المعروف المحاذي إلى جسر لفيات. نعم. يعني هذا السوق يقع إلى الجهة المقابلة، أيضا هو يعني يقع بمحاذاة مجرى نهر بيروت، ولكن كما سبق أن أكدت أن يعني الحرائق الصغيرة الموجودة داخل مجرى نهر بيروت لا علاقة لها بهذا الانفجار، لربما كان أحدهم يعني أقدم على إحراق نفايات أو ربما جهات أمنية هي أو جهات. نعم. كما نتابع في الصورة سمر هناك مسؤولين أمنيين حضروا إلى مكان الانفجار. إذن مشاهدينا سيارات الإسعاف رعت إلى المكان، وكما أفاد زميل إبراهيم بأن ليس هناك من إصابات كبيرة، شخصين فقط أصيبا وهم من العمال الذين يعملون في سوق الخضار وهما من التبعية المصرية، وعرف أنهما الشاب علي بدوي والشاب وائل درويش. إذن هذين العاملين المصريين اللذين يعملان في سوق الخضار أصيبا بجروح، جروحهم طفيفة، علي بدوي ووائل درويش. حضور أمني كثيف في المنطقة، ولكن المؤكد بأن الأمر ليس ناتج عن عمل تخريبي وإنما هو طبعا انفجار لمادة الكربير التي تستعمل وغيرها من المواد المشتعلة التي تستعمل في تخمير الموز، علما أنه ليس الانفجار الأول الذي يحصل داخل مخامر للموز، كان قد سبقه انفجار في صيدا وانفجار بالشمال على هذا الشكل، وهذا طبيعي نظرا لوجود هذه المواد المتفجرة. سمر أود الإشارة يعني كما تلاحظين في الصورة فأن
يعني الأضرار هي فقط محصورة بالمكان أو بالمحل نعم. الذي وقع فيه الانفجار، وهي لم تمتد إلى المحل الملاصقة، يعني لا على يساره ولا إلى يمينه. المحل ربما فقط المحل يعني المحلان الملاصقان لمكان وقوع الانفجار قد تضررت أبوابهم الجرارة، ولكن عدا عن ذلك فإن يعني المفاعيل الانفجار لم تمتد إلى المحلات المجاورة، وهذا ما يؤكد عدم وقوع أي عمل أمني، ولكن يعني بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وبسبب يعني سمر كما تلاحظين يعني القوى الأمنية نعم هناك فوضى نعم أمنية واضحة يعني تحصل كما في كل واضحة الصورة، وهم حريصون يعني عمليا على أن يعني أن تستطيع القوى الأمنية من القيام بواجباتها، وهذا أمر مفهوم يعني في هذه الحالات. في هذه الأثناء يطلب لبعض عناصر فوج إطفاء بيروت للدخول إلى داخل المحل الذي وقع فيه الانفجار، لا نعلم ما هو السبب، ربما بسبب يعني لجمع المعلومات المتعلقة من الأشخاص الذين حضروا لحظة وقوع الانفجار، لأن يعني عند وقوع الانفجار وبسبب الحرائق المشتعلة داخل مجرى نهر بيروت حصل هناك التباس، يعني القوى الأمنية وسيارات الإسعاف هرعت إلى مجرى نهر بيروت، ولكن تبين فيما بعد أن هذه الحرائق هي ناتجة عن إشعال نفايات. عم بتشغبوا إبراهيم، رح تعملوا مشكل مع القوى الأمنية. يعني كما تلاحظين من كل جهاز كل خمس دقائق يحضر شخص ويطلب وقف التصوير، لا أدري ما هي المبررات، حتى شرطة البلدية يعني إذا الحمد لله أنه ما في إصابات، يعني والشابين يلي انصابوا إصابتهم طفيفة كما أعلمتنا إبراهيم. إذن مشاهدينا كما تلاحظون في الصورة وجود أمني كثيف، وجود لسيارات الإسعاف، وجود للمواطنين، وكما يحصل دوما عندما يعني بدافع الفضول تتجمهر الناس جيران هذه المنطقة للوقوف على تفاصيل ما يجري، وعادة هي أمور خطيرة في الأعمال الجرمية والأعمال الإرهابية، كما أن تجمهر المواطنين يعيق إلى حد ما عمل الأجهزة الأمنية في هذا الأمر. طبعا سمر يعني لابد من الإشارة إلى أن هناك طبعا نعم. ولكن هناك يعني كما هو معروف حضور أمني كثيف يرافق الحضور العسكري، ولكن هؤلاء العناصر الأمنيين هم يكونون تابعون لأجهزة أمنية كل منها يعمل على جمع تقاريره من مكان وقوع الانفجار. في هذه الأثناء تقترب عربيات تابعة لفوج إطفاء بيروت وللدفاع المدني من المكان الذي وقع فيه. ونذكر أن الانفجار وقع في سوق الخضار في منطقة سن الفيل المحاذي لمجرى نهر بيروت، وبحسب المعلومات الأمنية فأن الأضرار اقتصرت على بعض الماديات في المحل الذي وقع فيه الانفجار، وأن هناك إصابتان فقط لعاملان كانا داخل المحل الذي وقع فيه الانفجار.